بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية، إن شاء الله النهاردة هنكمل الكورس بتاع Foundations Engineering 2، وإحنا بنتكلم في Chapter 3 اللي هي Combined Footing. وقلنا المرة اللي فاتت إيه هي تعريف Combined Footing وإمتى بنلجأ إليها، والنهاردة هنبتدي ناخد إزاي أو الفكرة أو تعريف الكومبايند فوتينج والفلسفة بتاعة التصميم بتاعها. زي ما انت شايف، انت عندك دلوقتي لو دي عندي كومبايند فوتينج وعندي احمال هنا، فورس هنا وفورس هنا هوت، فبيديني ستريسز تحت على السويل. الستريسز اللي تحت على السويل ديت بتبتدي تكون لي حاجة مومنت بالشكل اللي انت شايفه هنا. فالمومنت ده يبتدي يعمل لي شروخ في المنطقة ديت، فانا مضطر ان انا احط هنا لونجيتودينال ايه، لونجيتودينال رينفورسمنت. طبعا هنا بقى بص، لاحظ ان الشكل بتاع الديفليكشن بتاع الكومبايند فوتينج هيطلع من هنا، فهيتولد لي نتيجه المومنت ده برضك شروخ هنا. فعشان الشروخ دي ما تحصلش، مفروض ان احنا بنحط حديد علوي هنا. يعني الخلاصه ان انا عندي نتيجه الديفورميشن بتاع الكومبايند فوتينج زي ما انت شايفه، هنحط حديد في المنطقة ديت، وحديد في المنطقة ديت، وحديد في المنطقة ديت، بناء على رسمة البندنج مومنت بتاعت الكومبايند فوتينج. بس الكلام ده بيبقى في الاتجاه الطولي. طب هل الاتجاه العرضي ما بيبقاش فيه حديد؟ لا، هو اللي بيحصل ان في الاتجاه العرضي بيبقى فيه هنا حاجة زي ما تقول هيدن بيم، بتاخد الحمل منين؟ من العمود، وهي اللي بتوزعه على الكومبايند فوتينج كله. فبالتالي هيجي لك لو عندي الفورس هنا والستريسز بالشكل ده، فالديفورميشن شيب بالشكل دوت، فهتلاقي نفسي بحط الحديد سفلي في الاتجاه العرضي في الهيدن بيم الناحيه دي وفي الهيدن بيم الناحيه دي، والباقي بقى بنحط المينيمم بتاعنا. طبعا انت لازم عشان تحل الكومبايند فوت في الكومبايند فوتينج في اللونجيتودينال دايركشن، لازم تبتدي ترسم الشير فورس والبندنج مومنت ايه دايجرام. نفس الكلام لازم تتكلم في الترانسفيرس دايركشن اللي هو في الاتجاه التاني عشان نجيب الحديد بتاعه، وده اللي هنشوفه في الأجزاء القادمة بإذن الله. شكراً.